السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ منين؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. نكمل مع بعضينا سلسلة حكاية آية بإذن الله. النهاردة الآية اللي احنا هنحكي عنها آية نزلت في واحد مش مسلم، آية نزلت في واحد مسيحي. أيوة، نزلت في واحد مسيحي. قبل ما نقول أي حاجة، صلي بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. زيد النبي صلاة عليه أفضل الصلاة والسلام. النجاشي أصحمة كان ملك الحبشة. لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشتد أذى المشركين الكفار للمسلمين، أمرهم بالهجرة إلى الحبشة. قال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحدا. وفعلا الصحابة هجرت للحبشة، ولكن الكفار ما سابوش المسلمين في حالهم وهجروا وراهم للحبشة. هاجر وراهم مجموعة من الكفار، وكان من ضمنهم عمرو بن العاص للحبشة بالهدايا لملك الحبشة. وأصحما ما كانش بيقبل الرشوة، كان راجل صالح عادل زي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه. دخل عليه عمرو بن العاص، كان ذكي، دخل عليه بالهدايا، قال له الهدايا دي لحضرتك، وجايب له معاه ذهب وحرير وقماش نادر جدا. قال له احنا لينا طلب عندك. عمرو بن العاص بيقول لملك الحبشة، أصحما بيقول له احنا لينا طلب عندك، في مجموعة من قومنا سفهاء تركوا ديننا وهربوا، احنا عايزينك تسلمهم لنا، بس هو ده اللي احنا عاوزينه. ملك أصحما كان ملك عادل وذكي، قال لهم لا، مش هسلمهم لكم غير لما يجوا ونسمعوا ايه الدين اللي هم اللي انتوا بتقولوا عليه ان هم ابتدعوه. وجات الصحابة، وقف سيدنا جعفر ابن ابي طالب. طبعا الملك النجاشي قال لهم قولوا علي حاجة من اللي جات لرسولكم. فوقف سيدنا جعفر ابن ابي طالب وكان ذكي، طلع عليه سورة مريم، طلع عليه الحتة اللي هي بتاعت سيدنا عيسى رضي الله عنه وارضاه ولادته. فدمعت عين النجاشي، عين النجاشي دمعت وتأثر جدا بالكلام اللي هو سمعه، وقال لهم والله إن ما قلتموه في عيسى لا يتعدى هذا الخط، إن ديننا ودينكم لا يخرج من مشكات واحدة. يعني ديننا ودينكم نازل من عند نفس الإله، هو الإله، إله واحد. وقال لهم اذهبوا فوالله لم يمسكم أحدا بسوء، اذهبوا. فطبعا عمرو بن العاص قال له يا ملك الحبشة اعطيهم لنا. قال له لا والله لن أسلمهم إليكم. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، وتنزل الآية الكريمة في سورة المائدة الآية 82، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم. دي كانت حكاية الآية اللي معانا النهاردة، وإن شاء الله بفضل الله نكمل مع بعضينا سلسلة حكاية آية، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقنا باللي احنا بنسمعه واللي احنا بنعرفه. والقرآن يا جماعة كتابنا اللي ربنا نزله لنا من فوق 7 سماوات، كلام الله أعظم كلام وأعظم كتاب على وجه الأرض، كلام ربنا. عشان كده بنحاول مع بعضينا بتوفيق الله إن شاء الله بإذن الله إن احنا نفهم القرآن على قد ما نقدر، وربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله ويرحمنا ويغفر لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم بلغنا رمضان لا فقدين ولا مفقودين. اللهم احشرنا مع سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.